أنا سأذكر قصتي لانتمائي لهذا النهج المبارك المنظور من آل محمد عليه السلام والمراعى من قبل حجة الله مهدي آل محمد عليه السلام أجل الله فرجه الشريف. فأذكر قصة سريعا. أنا تقريبا في سنة 2011 أواخر 2011 أحسنت بالحسينية مع أخوي عبد الله. أنا جيت للحسينية الثانية لعله عبد الله صح؟ نعم الأولى لم الأولى سبحان الله أحسنت الأولى سبحان الله أنا كنت مجاور لها يعني بيتي يبعد عنها لعله 30-40 متر سبحان الله ولكن لم أوفق لها كانت الدعاية مقرضة جدا علي سبحان الله على سماحة الشيخ وعلى هذه الهيئة المباركة يعني تعرف سيدنا أعرف أي أعرف أنه أكو شيخ يقول أكو شيخ سباب لعان طعان يلعن يبرأ يتكلم على زوجات الأنبياء على العلماء على المراجع هذه السمعة فأنا كنت جار إلى يعني يبعد البيت عنه لعله 40-50 خطوة ولكنه ما كنت أسمع يعني عن هذا المنهج إلا ما يسوء كل أحد وأنا كنت يعني بلا أن أتكلم عن نفسي والعياذ بالله ولكنه كنت يعني وكيل مرجع وكنت من يعني الذين دخلوا السلك الحوزة وفي سنة 94 نهاية 94 وتعممت على يد الشيخ السيستاني وكنت من طلبة الحوزة وحضرت البحث الخارج وغير ذلك فكنت يعني مرموق في هذا المجتمع اللي هو يعني الناس يرجعون إلي فكان يعني يعودون إلي في هذا الشيخ الذي يسوب ويلعن ويبرأ ويتكلم ويذكر أمهات المؤمنين بسوء ويطعن في أرض النبي صلى الله عليه وآله وفي المراجع العظام وفي الجمهورية اللا إسلامية وما شاء الله كانت لستة كاملة حاضرة فما كنت أعرف عنه شيء كان يعني الحديث أنه أحد يعني الذين يذهبون يحضرون عند هذه الحسينية كان يروح ويأتي لي بما يقوله الشيخ فكنت أستمع سبحان الله كل ما أستمع لما يقوله لي على لسان سماحة الشيخ يعني سبحان الله أرى الحجة بالغة علي رصين بالأدلة الجواب رصين يعني فقلت كل أنا معه لكنه يعني ما أقول أنه زوجة نبي تزني في حياة النبي صلى الله عليه وآله ما كنت واصل لهذه المرحلة قال لي سآتيك بكتاب الفاحشة اقرأه وبعد ذلك تحدث معي اشتريت على حسابي الهيئة لم تعطيني ما شاء الله دعم عليكم السلام ورحمة الله حيا الله أبو علي الزبيدي فهنا أخوان سبحان الله قال لي سأهديك يا كتاب الفاحشة قلت لا سأشتريه منك فأشتريت كتاب الفاحشة بسماع رحم الله والديكم الكل يسمع حتى أنه ننتهي ونذهب إلى الرادود أبو علي الزبيدي هنا اشتريت كتاب الفاحشة 1060 صفحة جلست عليه الليل والنهار حتى أنه أختمه فوالله على ما أقول شهيد أنه تبددت كل الإشكالات التي جمعتها نحو على صحيفة كاملة جمعتها على سماحة الشيخ أكتب وأكتب 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 فكنت كلما أقرأ المقدمة تقريبا 100 صفحة أو 100 صفحة زيادة ونقصان المقدمة التي ذكرها سماحة الشيخ في كتاب الفاحشة هذه المقدمة كل ما أنه أقرأ أمسح إشكال 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 إلى أن تبددت كل الإشكالات صارت كتاب روح آخر أي والله للإنصاف إيه للإنصاف صارت يعني صارت فارغة صحيح فارغة لا هي بس صارت كتاب حل الإشكال أحسنت لا كتاب توطئات التسع توطئات تسع سوري نعم كانت المقدمة من تسع توطئات سبع توطئات وأضاف توطئتين سماحة الشيخ عليها فهنا أنا عندما أنه قرأت كتاب الفاحشة رأيت جواب علمي رصين متين من محقق مجتهد عالم والله العلي العظيم أنا يعني عاصرت أساطين العلماء في وقتهم عاصرت السيد السستاني والسيد محمد الصدر والشيخ الغروي والسيد بحر العلوم والحمامي وزين الدين العاملي والحكيم وبشير النجفي وإسحاق الفياض كلهم أنا عاشرتهم وكنت وعبد العلي السبزواري والسيد الخوئي كلهم أنا يعني كنت ممن عاصرهم وكنت ممن يعني يحضر لهم السيد الخوئي لم ألحق عليه كثيرا كان في أيام أواخر حياته نعم و توفي لم ألحق عليه كثيرا كنت مقلدا له فقط المهم فعندما رأيت الجواب وهذه المتانة العلمية هنا وقفت حتى أنه يعني كان بعض الأخوة كان يقول أنه الخبير في العلماء هو السيد كان يعني أحد أساتذتي كان يقول هذا الكلام فهنا
قلت حتى أنا في المقدمة التي ذكرتها في كتاب تحرير لسان الشيعي كنت كتبت هناك يعني تأييدي لهذا المنهج وكتبت مقال في هذا المنهج. حتى قلت وأنا ما يسموني الخبير، كنت هناك أنا من يحدد الأعلمية للمراجع، كنت أنا يعني معروف في النجف الأشرف في هذا الشيء، وعندي كانت طلبة وحلقة وأساتذة وكذا وغيره. فهنا وقفت حائرا فكتبت مقال تقريبا 4-5 صفحات، المقال ما أذكر كم، وموجود في تحرير الإنسان الشيعي باسم السيد أحمد عبد الله هكشان الموسوي. المهم بعد هذا أنه قررت ألتقي بسماحة الشيخ. أول لقاء لي كان لقاء وين؟ في الحسينية الثانية، وليست الأولى التي أنا كنت بقرب وجالس أمتار عنها، ولكن لم أوفق لأن أكون في البداية. المهم ذهبت هناك إلى الحسينية وكان اللقاء الأول مع سماحة الشيخ. كانت حقيقة هيبة كبيرة جدا لسماحة الشيخ، يعني الشيخ من الله عز وجل محاط بهيبة، هيبة العلماء الأولياء حقيقة. يعني كنت في ساحته لا أستطيع حتى أنه أتنفس، يشهد الله على ما أقول. فعندما جلست معه كل هذه الهيبة والخوف وغير ذلك كان فينا كأحدنا هو سبحان الله، وجعل كان يستمع لي بأذان صاغية وهو العالم الخبير المحقق المجتهد كذا غير ذلك. فجلست عنده تقريبا لعله من الأول الليل إلى آخر الليل وأنا جالس معه، كنت أحاوره أناقشه أتكلم معه، فكان يبتسم ويحل لي الإشكال في دقائق معدودة. فهنا علمت أن هذا الرجل له علاقة بآل محمد عليهم السلام. لماذا؟ لأنه سبحان الله أكثر شخص شوهت سمعته لعله في هذا العالم هو سماحة الشيخ سبحان الله، لكن الله جل وعلا يأتي بهذا المنهج، يأتي له من يحبه، من يرضاه، من يرتضي دينه، من يرتضي إيمانه، يدخله في هذا المنهج ويخرج منه من لا يحب هذه، نعم، الخونة والأنذال والفسقة والفجرة. فهنا سبحان الله هذه الهيئة قلنا أنها طاردة للخبث. أنا لا أريد أطيل كأقراني، جلست مع سماحة الشيخ بدد لي كل ذلك، سبحان الله تغيرت النظرة. أنا كنت هناك في هناك أنا كنت هناك جزاك الله خير أخوي أبو رائد على هذا الدفاع المستميت، الدفاع عني جزاك الله خير جزاك، لأنه هنا لي يعني عضد ويد تدافع عني وهو الأخ أبو رائد. ولكني يمينك حسنت، أنت كلاهما يدي اليمنى واليسرى، الله يبارك بي. نعم، فهنا هنا يعني سبحان الله يعني لدي قصة أخرى، لأنه أنا كنت على منهج سيد محمد صادق الصدر، وهذا المنهج، نعم هذا المنهج لمنهج سيد محمد صادق الصدر، ولم أكن يوما متبعا لمقتدى الصدر حتى الكل يعلم ويسمع. كان صديقا لي، نعم، كنت أجلس في بيته، نعم، كنت معه في الحوزة، نعم، كنت معه في البراني، نعم، ولكن كان صديقي أخوه المرحوم الشهيد مصطفى الصدر، هذا كان صديقي أخوه الأكبر، يعني الأخ الأكبر له يعني يعقبه بثلاثة أو أربعة، مصطفى، نعم، الأول مصطفى مؤمل، بعدين مرتضى مؤمل، بعدين مؤمل، بعدين مقتدى، هؤلاء الأخوال الأربعة. سبحان الله، حتى يظل به هذه الأمة، حتى يكون سامري هذه الأمة، عجل هذه الأمة مقتدى. المهم فهنا أنا كنت يعني الحمد لله ذا مكانة عند آل الصدر يعني ومحمد الصدر والمرجعية، وكنت لقاء مع، نعم، وكان لقاء الحنانة مع سيد محمد الصدر، وكنت وكيله المطلق في الخارج، كنت وكيله في الإمارات، وكيله في الأردن، ومدير مكتبه في الأردن، وكانت عندي وكالة مفتوحة منه 5 سنوات، وعندي تزكية بخط يده، وكنت المعتمد لديه، وكان أعطاني صلاحيات لم يعطيها لغيري، والله قال لي بالنص أجيزك بكل ما تراه مصلحة، يعني جعل الأمور كلها بدون أن أعود إليه بما أراه مصلحة. فالمهم فأنا كنت في هذا الشأن، وحتى أنه مقتدى طلب مني، قال أنه واسط لا يوجد فيها أحد، فأريد أنه واسط كلها تمسكها لي، لكنه الله سبحانه وتعالى أبعدني عن هذا العجل، ولم أقف معه والحمد لله عز وجل، وجعلني الله عز وجل في هذا المنهج. فالآن في هذا المنهج أنا أتباع للصدر النجباء
الوكلاء الثقات لسيد الصدر الحمد لله علاقة طيبة بهم، والذين هم انحرفوا أو شذوا عن هذا الخط أنا براء منهم وأنا بعيد عنهم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الهداية لهم إن شاء الله.